السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منتخب الجزائر المحليين يفوز على منتخب سوريا 1-0. ما كنتش أحب إن أشوف منتخب سوريا بالشكل ده، سواء بقى منتخب جديد أو مش هو المنتخب أو بيجمعوا لعيبة جديدة، واضح إن هم يعني ما لعبوش كرة قبل كده. أنا حزين على شكل منتخب سوريا. ممكن ربع ساعة في بداية الشوط الثاني شفنا شوية سوريا راحت النص التاني او راحت عند خدوا كورنر خدوا بتاع، لكن 90 دقيقة انا حزين على منتخب سوريا. ده رقم واحد. رقم اتنين، حزين على منتخب الجزائر، لان يعني منتخب الجزائر البلد مهتمية جدا بالمنتخب، معسكرات مباريات ودية، كانوا معسكرين في تونس ولعبوا ماتشين كسبوا مالي 4 ومش عارف ايه. النهاردة انا شايف منتخب سوريا يتغلب 5-0 الشوط الاولاني. منتخب ما جاش الشوط الاولاني، الجزائر ما قدرش يسجل هدف واحد في الشوط الاولاني لان ما عندهمش مهاجمين. استحواذ رائع، نقل الكوره من اليمين للشمال رائع. طب والمرمى؟ هتلعبوا في بطوله على في بلدك، بطوله افريقيا، تلعب ضد منتخبات كبيره، لازم تكسب، لازم تكسب، تبقى اول مجموعه وتصعد. انا مش شايف اداء مقنع. ليه؟ انا شايف منتخب سوريا من اول مباراه ما فهمش الا البطل الحارس احمد مدنيه حارس سوريا، بطل مصحصح واقف، انما سوريا الشوط الاولاني مش عارفين يطلعوا بالكوره. الماتش كله كده يعني، ربنا يكرمه الراجل اللي حمدكو، الراجل اللي بينقل لنا المباراه ربنا يكرمه، يعني مثبت الكاميرا كده على الشوط الاولاني كله على احمد مدنيه حارس سوريا، واللعب كله كده. الجزائر بيباصي كرة كويسة وبتعبت، مفيش مرمى، مفيش فرصة، مفيش مهاجم في الجزائر، مفيش لاعب من وسط الجزائر يكمل في ال18 العدد. مستحوذ وحاطط سوريا في ملعبه، بس فين العدد بتاعك اللي جوه ال18؟ الشوط الثاني الجزائر سيء، يعني زي ما سوريا الشوط الاولاني حسيت انه مجوش خالص، الشوط الثاني حسيت الجزائر منتخب ثاني خالص، وحشين قوي، مسافات بعيدة انت المفروض بعد ما شفت سوريا في الشوط الاولاني تنزل الشوط الثاني تاكلهم، لا، مساحات بعيدة وسوريا بقت تروح، والراجل لو باص في باصاها يمين كده، لو باصاها شمال كده للراجل انفراد يجيب جون في الجزائر، وفاول على ال18 اتشاطت وحش. يعني اداء ضعيف، اداء ضعيف من المنتخب سوريا، ما كنتش احب اشوفه بهذا الشكل. ومنتخب الجزائر يعني شوط اول كله جزائري بس بلا خطورة. كنت حزين في الشوط الأول على مستوى سوريا، وحزين على الجزائر إنه بيستحوذ، ما عندهمش مهاجمين خالص. سوريا بطيء بالطلوع، زي ما قلت لكم إن أحسن حاجة كانت في منتخب سوريا هو الحارس العملاق أحمد مدنية، الدقيقة 71 حسام الدين مرازيق تصويبة من بعيد لأن ما عندهمش مهاجمين، فالراجل شاط من بعيد سجل هدف الفوز حسام الدين مرازيق. سوريا الشوط الثاني منتخب تاني خالص، اول ربع ساعه في الشوط الثاني بيباصوا وينقلوا، حسينا بالهجوم، اتقال اسماء المهاجمين بحر ومش يعني، راحوا شويه ربع ساعه ورجعوا تاني بعد ما حسام الدين مرزي سجل الهدف، رجعوا تاني متراجعين للخلف. سوريا قدرت تطلع من ورا في بدايه الشوط الثاني، الجزائر تراجع غريب واداء مفاجئ، تحس في الشوط الثاني فريق تاني خالص، لعيبة تانية خالص. سوريا منتخب انا بصيت جريت والماتش شغال، بصيت هل الدوري السوري شغال، لقيته شغال، يعني صلحوا لي لو انا في اخطاء عندي، يعني لقيت الدوري السوري شغال، يعني اللعيبة دي بتلعب كورة، بتلعب ماتشات، انا مش شايف ان اللعيبة دي بتلعب ماتشات، اللعيبة دي بعيدة خالص خالص. يعني زي ما قلت لكم في اول جملة، انا حزين ان شفت منتخب سوريا بالشكل ده. اخطاء كتير هنا وهنا، ودروس كتير هنا وهنا، بس المفاجأة بالنسبة لي ان مجيد بوجرة عنده مشكلة هجومية تامة، 90 دقيقة ما شفتش لاعب وسط دخل جوه ال18 يعمل كورة خطيرة، ما حسيتش ان في راس حربة في الفريق. دي بروفا لماتشات بطولة افريقيا، 3 ماتشات في مجموعتك هتلاقي المنتخبات اللي هتلعبها يا مجيد بوجره هيبقوا ورا الكوره برده بيدافعوا، فين حلولك؟ ما عندكش حلول. الغريب ان انت بتعمل معسكرات وبقالك سنه بتعمل ماتشات وديه كتير جدا جدا،
ما تحسسنيش ان كاس العرب اللي جابها لك مبلحي وبليلي والناس اللي لعبت ابراهيمي، الناس اللي الكبار اللي لعبوا معاك. لا، انت لازم تصلح من اخطائك، واتمنى ان اشوف سوريا افضل من كده بكتير. شكرا. مش عايز انسى، يا ريت تشترك في قناتنا دي الكرة مختلفة مع مصطفى صادق، وتروح تشترك في قناتنا التانية من الآخر مع مصطفى صادق، عشان هتلاقوها في كأس العالم، القناتين شغالين كل تحليلات ماتشات كأس العالم. شكرا.